السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعرف طريقه الكم، النص كم المنفوش من هنا ومن هنا مظبوط. طبعا هنطلعه من الكم الاساسي بتاعنا، هيبقى موجود في صندوق الوصف عشان تعملوا بطول من اوله وتعرفوا تعملوا. طبعا مطلوب منكم طبعا ان شاء الله، يعني يا ريت يكون لايك ويكون شير عشان اكتر عدد يستفيد من الفيديو، وكنت تشجيع ليا ان انا اقدر اكمل الجداره وان انا اديكم كل ما انا اعرفه. يلا بينا نبتدي. زي الطريق ده كم عادي 62 سنتي طول الطبيعي. هنعمل النص كم المنفوش من هنا، هنقيس كده 22 سنتي ونعلم علامة. طيب هقيس من 22 سنتي دول من هنا لغاية الخط ده، هشوفه قد ايه كده، طلع لي 11 سنتي، اعلمه من هنا الخط تاني اهو اللي بقابل ده، اعلم علامة واوصل الخط ده بتاعه. خطي ده كده الكم نفصله، نص كم نفصله من طول الكم، شيل الجزء ده اللي انا هاخده ده ربع البطلون، يعني ربع الكم هعمله على طبقتين بعد كده. هقيس المقاس ده كام، المقاس ده طلع 18 سنتي نص 9، هنا هعلم 9 وعلم 4.5، يبقى كده 4.5 4.5، وهنا 4.5 تاني، يبقى عندي خط هنا من هنا هنا 4.5، يبقى 1 2 3 4 علامات 4.5. طيب هطلع الخط ده لغاية هنا علشان افتح اعلم برضو هنا على الحرف هنا على اخر الكم 4.5، وهنا وهنا برضو 4.5 4.5. اوصل الخطوط دي ببعض كده، ده اول خط بيبقى عندي اربع مربعات، 1 2 3 4، هفتح دول مقص كده يعني قبل الاخر، قبل الاخر اقف عايز هنا برضو قبل الاخر اقف عشان ما تفتحش مني، اجيب شريحه ثانيه كذا مره، احط ده كده، هاجي عند اول شريحه كده الزقها، هقيس عشان الوسع اللي انا عايزاه هو اللي انا هاخده، هقيس كده نقول 4 سنتي ونعمل النقطة اللي هو الفتحة دي اللي انا زودتها، انا من هي بصوا انا فتحت دي 4 سنتي، وهفتح اللي بعدها برضو 4 سنتي كده، وعلم نقطه هنا وعلم هنا نقطه عشان عارفه علمت قد ايه، هكمل الباقي بنفس السنتات 4 سنتي كده وارجع لكم عشان ما اطولش على الفيديو. دلوقتي كده اللي وسعنا من 4 سنتي كل فتحه 4 سنتي، طبعا شايفين الوسع ده جه ازاي بين دي ودي 4، زي ما انتم شايفين كده في الصورة، الوسع من تحت وفوق مصدر الصورة هنا ولا هنا. يلا بقى ايه نوصل لبعض كده، نوصل كده بالظبط حوالين المنظر ده، وهنا الكم هناخده بالظبط كده زيه،
المقاس بتاعنا الاساسي بالشكل ده. طبعا هقص ده وارجع حبيت اوريكم بقى دي كده بس كده اللي احنا العالم اللي احنا عملنا عليه كده. بعد ما خلاص عملناه طبعا ده بيتقص على 4 طبقات قماش بالشكل ده عشان ده طبعا بيتكشكش كده زي ما انتم شفتوا الاسوره بيبقى من هنا واسع ومن هنا مظبوط. طبعا بتستغربوا ازاي الوسع جه ازاي وهنا مظبوط. طبعا احنا ده هنطبقه على قماش وهنقفله بس فيديو تاني طبعا قادم ان شاء الله وهنعمله على بيزك بسيط كده من القماش الكتان وهوريكم الفيديو كله بكمي بالفستان ازاي. طبعا انا عايزه بس ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا على اكبر حد يحتاج للفيديوهات بتاعتي. اللي حابب طبعا يشوف بطلون الكمي من الاول انا سايبه لكم في صندوق الوصف الرابط بتاع الفيديو الكمي كامل. وطبعا اللي عايز طبعا انا برضه كده كده افكركم تاني ان احنا هنعمله على قماش وهنعمله على بيزك بسيط. وهقول لكم السلام عليكم وفضلكم في فيديو كده ان شاء الله. مع السلامه.